الحقيقة بقى معانا خبر دلوقتي عن الترندز وجنون الترندز. الحقيقة جنون الترند بقى ممكن يخلي الواحد يعمل أي حاجة في أي وقت بأي شكل وأي حاجة ممكن نتخيلها الحقيقة، حتى اللي ما نتخيلهاش، ومنها قصة عريس. أنا شخصيا شفت الفيديو ده وقعدت أعيده كذا مرة. سلمى، العريس ده في الدقهلية اللي انتشر ليه فيديو وهو زي ما اتقال اتعرض للخطف من قدام قاعة الاحتفالات. المشهد الحقيقة ظهر فيه العروسة قدام الكوافير وبتستعد بقى عشان تركب العربية بتاعت الزفة وجنبها العريس، لكن فجأة بتظهر عربية تانية لونها أبيض، بيتفتح الباب وشخص تاني بيشد العريس جوه العربية ويركبه بالعافية ويهرب بالعربية طبعا، وكل الناس عمالة تصرخ وتزعق من كل الحاضرين يعني في الفرح. ظهر بعد كده بقى العروسة وهي عمالة تعيط وعمالة بقى بتقول لكل الناس يعني ان هم ينقذوا عريسها ويرجعوه من الناس اللي خطفوه. يعني احنا واحنا بنتكلم وهبة بتحكي دلوقتي الفيديو بيتعرض قدام حضراتكم على السكرين، فهو حقيقي، باين ان هو حقيقي. فيعني اتضح بعد كده ان العريس عنده قناة على اليوتيوب وبيتابعها اكتر من 500,000 شخص، وهو اللي عمل الفيديو ده عشان يبقى ترند. وبالفعل الناس اتفرجت طبعا على الفيديو وشيروه بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا أجهزة الأمن بالتدخل السريع عشان يكشفوا حقيقة الواقعة. وعلى الفور طبعا الأجهزة الأمنية اكتشفت الموضوع، وان العريس ده مهووس بالشهرة والترند والكلام ده كله وقبضت عليه، ودلوقتي هيواجه تهمة نشر أخبار كاذبة والتضليل لتحقيق الشهرة وكسب الأموال. أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الترند، ما عنديش مشكلة خالص ان اي شخص قاعد في بيتهم عنده فكرة حابب يكون بيها ترند، دي حاجة لطيفة جدا. انا عندي مشكلة انك تبقى ترند بالعكس، يعني انا عندي مشكلة انك تبقى عايز تتشتم عشان تبقى ترند، وانا اقصد اللي انا بقوله، بتعمل حاجة قد او غريبة او مريبة او غير مبررة عشان تبقى ترند، ده شيء مش مفهوم الحقيقة. يعني اللي انا اعرفه ان انت ان البني ادم لما بيتشتم دي حاجة كبيرة قوي، يعني دي حاجة مأساوية قوي، بالذات لما تكون انت عامل فعل تستاهل انك يعني يتقال لك حاجه جارحه عليه. فانت ليه ترعب الناس وتخلي الناس على السوشيال ميديا تطالب الاجهزه الامنيه بالتدخل السريع وعروسك والاهل والناس اللي عماله، يعني ليه؟ مش هو بس يا هبه على فكره، بالمناسبه في ناس كتيره جدا طول الفترات اللي فاتت احنا عمالين نقابل بلوجرز وانفلونسرز والكلام كله على السوشيال ميديا كل يوم باخبار برضو غريبه مريبه عشان يبقوا ترند. فاحنا جربنا ايه موضوع الترند ده؟ ليه الناس بقى عندها يعني تمام حضرتك بقيت ترند، وبعدين عملت ايه؟ ما انت بكره هتتنسي، حد تاني هيبقى ترند، وبعده حد تالت هيبقى ترند. عملت حاجه افتكرك بيها؟ عملت عمل فني جميل حقق شهره ونجاح واد حاجه ليك او اضاف حاجه ليك للسي في بتاعك؟ حضرتك عملت ايه؟ حضرتك ما عملتش حاجه. يعني زي ما بيقولوا كده بالطريقه البسيطه قوي، يعني يا فرحتي انك بقيت ترند، ها وبعدين؟ ايه القصه؟ ليه بقينا مهووسين باللايكس والشيرز والترندز وبعدين؟ هتستفادوا ايه من الكلام ده؟ انا مش عارفه. مالكيش تعليق؟ لا، اصل انا بصي موضوع الترندز ده كتير قوي بعلق عليه، والحقيقه يعني انا هقول نفس الكلام مره تانية، انه انا مبدئيا انا بشكر طبعا الاجهزه الامنيه زي ما دايما بقول، لما اي حد بيعمل ترند غير مقبول في مجتمعنا او في مجتمعات اخرى في بلاد تانية طبعا بيتم عقابه بطريقه قانونيه عشان يبقى عبره، لانه الحقيقه احنا دلوقتي الاجيال اللي بقت موجوده دلوقتي بقى عندهم استعداد يعملوا اي حاجه ملهاش معنى ملهاش شكل علشان يبقوا مشهورين ومعروفين او ان هم يبقوا ترند زي ما كنا بنقول. بس انا عايز اقول لك ان ده بيحصل بره وفي برامج كتير، ما انا لسه بقول لك في المجتمع بتاعنا أكتر من عندنا. لا، البرانكس دي بتبقى حاجه تانية، يعني البرانك ده اهو انت عارفه انك بتتفرجي على برنامج برانكس بيظهر على التلفزيون. لا، في برامج ممول على السوشيال ميديا، في ناس معروفه جدا بتعمل برامج برانكس مش طبيعيه، يعني ممكن حد حرفيا يموت في البرانك ده. البرانك ده اللي هو برامج خداعيه، يعني لو بنعمل مقالب في الناس عندهم برضو حاجات مريبه جدا. فبرضو احنا ايوه، مره كان معانا خبر عن واحد قاعد بيفجر عربيه زي لعبه من الالعاب اللي معروفه على السمارت فونز والكلام ده، وكان برانك وكان وفي الاخر جابوه والكلام ده كله. انما احنا لما نوصل لمرحله ان احنا نبقى بالعبس ده يا جماعه، الحقيقه المشكله بقى في الناس اللي هتشوف الكلام ده وتكون عايزه تقلد علشان هو كده خلاص اتعرف وبقى ترند، والحقيقه احنا بنتكلم عنه دلوقتي وده واقع جابوه الحمد لله، بس احنا بنتكلم عنه كعبرة كعظة يعني للي بيتفرج مثلا. احنا ما بنتكلمش عشان هو عمل عمل عظيم، هو عمل حاجة مشينة، هو يعني شكله مش حلو على اللي هو عمله ده، هو عمل حاجة قلق الناس وخلى الناس في ذعر للي بيتفرجوا، وكمان خلى الجهات الأمنية كمان تتحرك تجاه الواقعة دي.
فالحقيقه يعني احنا كمان فعلا عقابه قانونيا ده يبقى عبره لمن يعتبر. احنا كمان كاشخاص عاديين جدا بنتفرج او بنستعمل مواقع التواصل الاجتماعي ايا كان نوع الابلكيشن ايه، سواء فيسبوك انستجرام تيك توك وات ايفر انت بتستخدم ايه، احنا كمان المفروض مش كل حاجه نشوفها نقعد نعمل لها شير. دي المشكله. احنا علينا على فكره برضو خطا كبير جدا، احنا بنساعد الناس دي في المواضيع دي. التيك توك ده مثلا انا من رايي ده لازم يعني فاهمه يعني انا مش موجود ده اللي لازم يبقى عليه رقابه شديده جدا. انا مش موجود بالنسبه لي بصراحه، تيك توك مش موجود بالنسبه لي. اه ولا انا كان عندي اكونت على التيك توك وقفلته. لا 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 لان حقيقي ما بقتش فاهمه ايه الحاجات اللي انا بشوفها. التيك توك ده انت ماشيه في الشارع مثلا، التيك توك ده انت ماشيه في الشارع اللي عايز بقى يعدي يسلم عليكي بطريقته يعدي يعني. حتى انا بقول لاولادي كده، لانه طبعا الجيل الصغير ده بقى عارف الابلكيشنز دي وعايز تيك توك والكلام ده. يعني انا قلت لابني، قلت له بص يا حبيبي ده كانك ماشي في الشارع، اسمع بقى اللي تسمعه ما تسمعش ما تسمعوش بجد، مفيش عيب على اللي بيتكلم لان انت اللي رايح له. بس هي بتقول بجد، هبه بتقول الكلام حقيقي يا جماعه، لان انا الابلكيشن بتاع تيك توك ده لو انتوا عندكم وبتتفرجوا عادي وهتلاقوا ناس فاتحين لايف مثلا، هي ما بتعملش حاجه، هي مثلا حد مثلا نايم وفتح اللايف، لا لا عبس كبسه كبسه عشان يفلوس ما اعرفش ايه. هتلاقي حد بيعمل، مش عارفه يعني ايه كبسه والله، ما اعرف يعني ايه كبسه. قصدي ان احنا وصلنا لمرحله ان اي حد بيفتح لايف عشان في فلوس بتخش تقريبا من الموضوع، فبقينا احنا بنشوف حاجات غريبه ومريبه، فابتدت المواضيع تاخد بينا يعني مسار تاني خالص غير المرغوب فيه. عايزين رقابه على الجيل الصغير اللي بقى فاهم ان ده يعني شيء جميل وشيء بيحقق صحيح. فلوس واحسن لي من ان انا ابقى مهنه ثانيه مش هجيب لي فلوس، وقصص كتيره يطول شرحها دي. عايزه فقره مع متخصص بقى في ارشاد نفسي وتربوي والكلام ده كله، عشان القصه دي كبيره فعلا ومحتاجه وقفه.